يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة النبوية، حضرت إلى جدة ونويت عمرة منها، فهل علي شيء؟ إذا كنت لم تنوي العمرة إلا من جدة ليس عليك شيء، تحرم من جدة، من المكان الذي نويت منه. أما إن كنت نويت العمرة من المدينة ولم تحرم إلا من جدة فيكون عليك فدية، لأن من نوى العمرة بالمدينة يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة من ذو الحليفة، فإذا أحرم من دونه يكون عليه فدية.